الاستبداد شنو ضرره؟ الاستبداد له أربع مضرات. الضرر الأول للاستبداد إفساد الدين الناس. المفسدة الثانية مفسدة الأخلاق. الضرر الثالث ضرر إفساد الاجتماع. الضرر الرابع للاستبداد إفساد اقتصاد الناس، لأن المستبد يرى كل المال له، ما شاء أعطى وما شاء منع. هذا طبيعة الاستبداد، مهما كان المستبد ولو كان أعدل العدول، بشر مو نبي مو إمام، مهما كان، لأنه إذا تكومت الثروة إلى جانب الجوانب الأخر تكون محرومة. هذه المفاسد الأربعة: الألوهية، إفساد دين الناس، إفساد أخلاق الناس، إفساد اجتماع الناس، إفساد اقتصاد الناس.